مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال التجاري في مدينة صيدا. فعليا يعني نحن نعمل جولة صغيرة هون بهيدي السوق. طبعا نحن هلا بعد العصر، الاجواء خفيفة. يعطيك العافية. سؤال على السريع، شو عم يفطر اليوم؟ اليوم عامل همبرجر لحمة. اجمالا بتحس بعد العصر العالم كلها بتروح تفكيرها على الاكل؟ بالضبط. ايه، الواحد بكون تعبان وفكر بمعدته عشان هيك بدي اكل، بكون جوعان. كنت عم تمشي على الطريق كده عم تحكي تفكر بمعدتك ولا؟ لا هلا عم فكر كيف بدي اعمل لهم حلو للاولاد كمان. بتجيب حلو؟ ايه. شو ناوي تجيب لهم حلو؟ ايه يا قطايف يا مدلوقه. بالعاده هو بتجيبهم دائما؟ لا مره بالاسبوع، لانه بتعرف معيشه غاليه وهيك يعني. ايه. وبعدين المرة بتعمل حلو بالبيت يعني. كان بتعمل حلو بالبيت؟ ايه بنعمل حلو بالبيت. بيجي اوفر شوي مش هيك؟ ايه طبعا اوفر. ايه بتوفر لك بالمينيموم، بتوفر لك 40%. خلص كل ما سالنا واحد هلا دغري حيقول لك انا جوعان هلا. يعني يعطيك العافية. عافية. حنكمل. شو طبخة اليوم؟ عاملة ملوخية. اليوم بتحس العالم بعد العصر كلها بتروح تفكر بوقت. ايه اكيد، هو اجمالا انه التفكير لبعد العصر وهيك. بعد العصر كله بفكر بالاكل. ايه شكرا لك. حنكمل جولتنا الصغيرة. شو وفقت؟ الحمد لله، الله عم يصبر. الحمد لله. شو العالم بتفكر هلا بأكله اكله هلا؟ ايه هن عم يسألوا قد ايه الكعكة، بيضلوا ماشيين يعني. بس مجرد سؤال كان غالي الكعكة. كنا ننزل 70 80 كعكة، اليوم عم ننزل 30 ومتقلقصين يعني، خايفين انه نوصل لاخر نهار. ايه والله كنا ننزل 70 ونقول يا رب يعني ونجبره الحمد لله. بس هلا الناس كلياتها مرعوبه، ما بعرف شو صار. اي والله. وشو عم يفطر اليوم؟ والله شاكريه. شاكريه؟ شو هي شاكريه؟ شاكريه اكله شاميه. شو يعني؟ لبن وفروج شيش او فخاط حسب كل واحد شو بيحب، وجنب منها رز. كثير طيبه. ايه وبتقلي معها بصله. اكله سوريه هاي. ايه شاكريه. يلا ما بعرف شو عم نشوف هون. طرابيس. خليني اشوف شو عم بيصير. خلينا نشوف شو عم بيصير. للناس يعني، من الناس للناس. حلو. عم بتقدم مسابقات يعني؟ مسابقات. ايه. العالم. ايه مسابقات، سؤال وجواب. بيجي واسئله. نمشي معك بجوله صغيره نشوف شو عم تعملوا. اسئله بسيطه يعني. بسيطه. ايه وهيك. يلا خلينا نمشي جوله صغيره معهم بالضبط. مثلا يلا فينا نسأل الأخت. ايه اسألنا اياه. هات لنشوف شو السؤال. طبعا طيب يلا. جيبي وربحي في شيء له سنان. لحظة شوي. ايه لديه اسنان ولا يستطيع ان يأكل. مظبوط، ربحت معنا. مبروك. فاذا يعني عم شوف هذه الجوله او هذا الجوله عم يعملوه هون اصحاب او شباب صيدا القديمه، عم يعملوا جوله بقلب السوق التجاري لهدف منها مساعدة الناس وتربيحهم. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا حبيب قلبي. اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. حبيبي سلام الله عليك. في عندنا كذا شغله بالخان الفرنج، وعندنا بكذا كافيه يعني عم ننطلب. مثل نحكي شو تعملوا؟ حكواتي يعني. مثل هالاشياء القديمه الحكواتي. حكواتي مثل كمان في شغله فرقه انشاديه كمان حنضم يعني فرقه بفرقه. عواد يعني عازف عود كذا بدق على التراث القديم وكذا يعني الاغاني الشعبيه القديمه الصيدويه والعربيه طبعا. حلو. فعم ينطلب مننا انه نكون متواجدين باكثر من مكان، وان شاء الله يا رب انه تكون الناس راضيه على اللي نحن عم نعمله، ونحن يعني قدام راضين انفسنا يعني. حلو. يعني مبادرات فرديه يعني. احنا عم نروح مثلا عم نامن سبونسرات انه مين بحب يساعد هالناس لحتى نزرع. انتم من قلب صيدا القديمه وعم تعملوا كل هالشيء لحقكم كمان حقكم لصيدا القديمه. اكيد اكيد اكيد. صيدا مدينه مش نحن عايشين فيها، هي عايشه فينا يعني. نحن عم نعمل شيء بكل اخلاصنا. التراث القديم عم نعيده على المختار، انه كان له سلطه المختار على الاراضي. اليوم التمثيل اللي كنت عم تمثله صرت عم تحسك تحس عايش الدور بالشارع فعليا؟ بالفعل الحمد لله رب العالمين، وعم نلاقي كثير ابتهاج من الناس باتجاهنا، والله عم بكرمنا والحمد لله. يلا حكمل الجوله شوي. عراسي حبيبي عراسي. يلا حكمل الجوله شوي.
فاذا يعني شفنا بهيدي الجوله الصغيره مع الفرقه الطرابيش المعروفه بمدينه صيدا يلي بتقوم بنشاطات ثقافيه او نشاطات واضاءه على التراث، تراث مدينة صيدا القديمة تحديدا، وهي مثل ما ذكرنا سابقا مدينة صيدا القديمة يلي عم تتحول وتصير بالليالي شهر رمضان المبارك عم بتصير مدينة رمضانية بصدى الناس من كل المناطق لحتى يستمتعوا بجمالية هيدي المنطقة. حكمل بس هيك ياخذ بعض مقابلتين صغار. يعطيك العافية. سؤال على السريع، جوعان؟ خلينا ناخذ كمان بعد مقابلة. مرحبا، شو قال عسري؟ تعرف قال بعد العصر كل العالم بلا بطنه بيكون، شو رايك؟ مزبوط مزبوط الحكي هذا اكيد عراس. بالك مالك بطنك هلا شو وقت تاكل؟ ايه همبرجر. همبرجر كمان دغري. على فكره صار 3 4 عم بيعملوا همبرجر. إيه؟ شو كمان؟ انا لا ماني صايم. انا خليت شو هات لي شو طبخه اكل. يلا خلينا نشوف شو طبخه اكل. هيدا هو الحكي المضبوط. مرحبا. مرحبا. هلا مضبوط بعد العصر كل العالم شو بفكر باكلها. يلا قد بعد الضيف نفطر؟ من الصبح بلشوا. من الصبح؟ من الصبح ستات البيوت. شو بتعمل من الصبح؟ بتطلبوا يعني بفكر شو بدهم يعملوا اكل؟ هلا خلصتوا وجهزتوا الاكل؟ انا 100% انا من الصبح مجهزه. شو بدي اعمل؟ انا اليوم عامل كفته بالصينيه مع رز ابيض 100%. وانت شو وقت كنت على الطبخ؟ انا مدام اليوم معزومين عند امي. عملي امي يا حبيب قلبي ملوخيه. ملوخيه شيء طيب مع الحار. جوانا مشاهدين هلا حبيب قلبي. شكرا لكم، تفضلوا معنا. شكرا، ضلوا بخير. يعني فاز مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، مثل ما تابعنا بهيدي الجوله السريعه بقلب السوق التجاري بمدينه صيدا. طبعا الاجواء طبعا والتحضيرات لما قبل الافطار طبعا، وطبعا ايضا بهيدي الجوله فرقه الطرابيش اللي تلاقينا فيها بالصدفه وكانت عم تعمل جو حلو بقلب الشارع. فاذا مشاهدينا الكرام كنا معكم بهيدا البث المباشر، كان معكم محمد زنات يوسف وصوت بيروت انترناشونال.